استاذ احمد معاذ الخطيب انسان يعني مهم بالائتلاف في الوطن السوري، واستقالته يعني تعني يعني خساره بالنسبه للشعب السوري. بلدنا نحن هلا ما بيسمح انه مثلا واحد سلموه هيك منصب يقدم استقالته بهالدرجه يعني بكل هالسرعه. انا بعتقد برجع عن استقالته، بس هي كانت يمكن مناوره. خطيب ولا غيره ما عم يفكر باي مواطن سوري، كل واحد عم يفكر بحاله. كنا متأملين منه اشياء كثيره يعني. استغال لانه ما في دعم، ما حدا عم يدعمه. قضيه التراجع عن الاستقاله امر ضروري في هذه المرحله مشان ما يتخلخل الائتلاف. انسان شريف، ويبدو السياسه بحاجه لناس مش نضاف يعني. من البدايه هو بدأ ولازم يكملها. مش قادرين نتحمل ولا قادرين التشريد اللي احنا شردناها، كفايه انه هو ماشي على حق. استقال ولا ما استقال شيء ما بيأثر يعني. إذا صادق هو باستقالته وما عجبه الشيء اللي عم يعملوه الدول العربية، فينا المفروض يجي لهون يعبر عن رأيه هون. والله المعارضة يعني ما لها رأي بحالها، هي بذات نفسها ما لها ثقة، بينات بعضهم ما في ثقة. قال لأنه يعني هو لا بيحل ولا بيربط على ما أعتقد. فقالوا له برا استقيل، استقال، قالوا رجع. هلا أنا ماني عم بفهمه للائتلاف، مين المستقيل ولا مين المستلم؟ ولا مين اللي عم يشكل هذا الائتلاف؟ ولا مين اللي عم بيسيره؟ ساعة استقال ساعة. نحن اللي بيهمنا هون بسوريا انه الدم يوقف. اهلا بكم من جديد، نتابع معكم في هذا الحوار مع الشيخ معاذ الخطيب. كنا قد وصلنا الى اسئلة العالم شيخ معاذ، وهي انا بلشت وقلت لك هن كتار حقيقه، واسئله يعني انا كان فيني ما انا وفريق الاعداد ما نشتغل شيء على كثر مكان، وكتار وكلهم بالصميم. واليوم هذا بدل على وعي السوريين، على خوفهم وعلى وعيهم وعلى خوف وعلى يعني تخوفاتهم من المستقبل. مراد ترونا من الاردن بيسالك، الا ان سوريا ستعيش في حاله فوضى بعد سقوط الاسد لوجود ثلاث جهات مختلفه الاهداف تسعى لحكم سوريا؟ ألا ترى أن سوريا بعد سقوط الأسد ستنتقل من معسكر روسيا الصين إيران إلى معسكر أمريكا أوروبا، بمعنى تغيير مسار التبعية ومن ثم الاعتراف بإسرائيل، وسنخضع لصندوق النقد ويعيش في مديونية، وبالتالي لن يتغير شيء للمواطن السوري؟ طيب يعني هل البديل عن ذلك هو قبول الشعب السوري بهذا المصير البائس الذي يعيشه منذ 50 سنة من دون حرية؟ يعني مع الاحترام للأخ، يعني وضعنا في جملة أمور كلها سلبية. الشعب السوري بحياته معروف يعني يرفض التبعية، الشعب السوري دائما شعب حر ويتعامل مع الكل بإيجابية، ولكن في النهاية له قراره، وأنا بعتقد هذا القرار بده يستمر. قد يحصل بعض الإشكالات، أقول يعني عملية جراحية كبيرة لن تمر بسهولة، تغيير نظام يعني يعيش بمثل هذه الطريقة مو أمر سهل، فأكيد لح يكون في يعني نوع من الإشكالات أو الآلام لنقول اللي عم نعيشها، يعني حيكون في آلام أكثر من هيك، ولكن هذا أمر سيتعامل معه الشعب السوري بإيجابية ويحاول يتجاوزه مع بعضه. أنت برأيك النظام تبعي اليوم، نظام الذي يحكم؟ النظام مرهون بالبوصلة الإيرانية بشكل واضح جدا، يتعامل مع الروس بربما تقاطع مصالح، ولكن هو ينتمي إلى المنظومة الإيرانية في النهاية دون رؤيتي. طيب هناك جزء من الشعب أيضا يرى بأن هناك أوساط بالمعارضة مرهونة أيضا للتبعية. ربما لا أستطيع أن أنفي يعني في أشخاص قد يكون لهم بوصلة ما، ولكن أقول يعني الشعب السوري بنهايته سيبقى يعني يبحث عن حريته، والبوصلات الجانبية لن يكون لها الأولوية في سوريا أبدا ولا لطرف. تستطيع أن تقول أن معاذ الخطيب لن يكون تابع؟ أكيد أنا يعني هذا بحطه شيء أساسي بحياتي، أحافظ ربما على علاقة طيبة مع الكل، ولا أسمح لأحد لا بشكل فردي ولا على حساب وطني أنه يكون هو اللي يمشي سوريا. عم تتعرض لضغوط لتكون تابع؟ ضغوط مباشرة لا، بس ضغوط غير مباشرة أكيد. صلاح هلال من سوريا بيقول، حسب رؤيتي جماعة الإخوان المسلمين هي من تتحكم بقرارات المعارضة، ولكن من وراء الكواليس وبواجهة مدنية وغيرها، ما رأيك؟ أختي الإخوان المسلمين يعني معروف فصيل من الشعب السوري، له حجمه وله امتداده، له علاقاته. حجمه كبير؟ ربما فكريا أكبر منه تنظيميا. داخل الشعب السوري بالنسبة للشعب السوري أصلاً. ما بحسن أن أعطيك إحصائية، لأنه هو يعيش في شكل سري منذ 30 سنة بعد أحداث الثمانينات،
ولكن أقول يعني في عندي مقولة الآن أخرج من السياسة قليلا، أن الإسلام أكبر من أي راية حملت من أجله. هو يعني يتكلم براية إسلامية، ولكن الإسلام أكبر من الجميع، له حقه مثل باقي مكونات الشعب السوري. لا أعتقد رايته هي الراية الأساسية، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن يغمض حقه. الشعب السوري سيقرر في النهاية هل بوصلة سيقبلها أم يرفضها. طيب بنفس السياق، مكرم الحبال من أبوظبي بسألك، ما صحة ما يقال عن دور الإخوان المسلمين في الثورة السورية عن دعمها لكتائب على حساب أخرى، وهل كان لها دور بنجاح سيد غسان هيتو؟ بحس أن جاوب على الأمر الثاني بشكل أكثر صراحة، أنه سيد غسان كرجل جيد. طبعا فكرة الحكومة الانتقالية أنا كنت بفضل هيئة تنفيذية، هذا أمر مو سري، لسبب رح أذكره. لحنا سواء كان هيئة تنفيذية أو حكومة مؤقتة، الحكومة هي حكومة تنفيذية في النهاية، ليست تعمل لقسم سوريا، لا شمال جنوب ولا شرق غرب أبدا، هذا أمر مرفوض. سوريا بلد واحد، والأخ غسان اختير بطريقة حققت النصاب القانوني. في بعض الناس عندهم اعتراضات إشكالات، أنا أقول المكون الإخواني ضمن المجلس الوطني ساهم في إنجاحه، ولكن لم يكن القرار النهائي له، لأن في مكونات أخرى شاركت أيضا في الموضوع على الأرض. كمان عن دعمه لكتائب على حساب أخرى، وهناك اليوم بعض الجهات يعني من الميدان السوري، من بعض من كتائب الجيش السوري الحر، بتقول أنه يعني الإخوان يحتكرون إن كان الأسلحة، إن كان التوزيع، إن كان توزيع الأموال والإغاثة، إن كان دعم البعض وحجب الدعم عن آخرين. هذا الأمر تفصيل فيه يعني لا يمكن الجزم فيه من دون إثباتات. أنا يعني تصلني كل فترة أنواع من الاعتراضات والبيانات التي تعترض. أنا أقول هذا الأمر إن حصل فهو أمر مرفوض وغلط، وإذا كان في نوع من المبالغة فيه فأيضا يعني يكون هناك طرف آخر يحاول النيل منهم. هلا غلط يعني هيدا رأيي، ولكن أنت اليوم بكرسي منفذ يعني. أختي أنا أقول لك هناك أمور كثيرة تجري بأسماء أخرى، يعني مثلا في بعض الناس تشتغل براية معينة تكتشفين أنها لها علاقة بطرف آخر، أو تتنصل من أمر لتشتغل بأمر آخر. في تداخلات كثيرة في الساحة، فبرد بقول لك أنه لا يهمني الاسم، يهمني الفعل. إذا كان هناك من يفعل ذلك فهذا أمر مرفوض ونوع من خيانة الثورة بصراحة. إذا كان إنسان بده يشتغل لفتح دكان حزبي داخل الثورة السورية فهذا أمر غلط. ما بيهمني الاسم، لأنه أحيانا يحصل مجرد إنسان بيطالع بيان بيشوه صورة مجموعة كبيرة من الناس. فدائما أحتكم إلى المبدأ، الإنسان الذي لا سمح الله تذبح حارة من حارات المدينة التي يسكن فيها ويمتنع عن نجدته لأنه عنده حسابات حزبية، هذا أمر يعني مرفوض بكل الطرق وطعن في ظهر الثورة. ولكن أيضا كل بيان يصدر أن أقول لك هو صحيح، في كثير من الأمور لا تكون دقيقة، في كثير من الأمور يكون فيها تجني، وفي نفس الوقت أختي يعني الناس في النهاية هي التي ستشهد. ليس الأمر أن ندافع عن أشخاص أو نبرئ أشخاص. طب اليوم الناس في تحديدا في المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش السوري الحر، أو التي خف فيها أو يعني غاب سلطة الجيش النظامي، تنقل وتشهد عن انتهاكات، عن خروقات. تمام. بدي أعرف موقفك فيها، بدي أعرف منك بشكل أوضح قديش حجمه. نعم أختي، أرجع إلى المبادئ. مثلا قصف المدنيين مرفوض، بيصير من الجيش النظامي، بيصير من الجيش الحر، بيصير من مجموعات ندريها أو لا ندريها، قصف المدنيين مرفوض، قتل المدنيين مرفوض، تدمير الآثار مرفوض، العدوان على الناس مرفوض، السرقة مرفوضة. هناك أخلاقيات عامة كلياتنا متفقين عليها في جسم الثورة، فأي شخص يخالفها أنا قلت هو عار على الثورة السورية كلها. طب من يقوم إذا كان كل جسم الثورة متفق، من يقوم بهذا الاختلاف؟ لحلك أختي، في جهتين. الجهة الأولانية هنا 60,000 مجرم جنائي، بشار الأسد اعترف أنهم موجودين، كثير منهم تحولوا إلى أشخاص يرتدون ثياب ويقولون أنهم جيش حر، هذا جانب خطير. الجانب الآخر في بعض الأشخاص الانتهازيين، وأقول لك مرة ثانية هم لا يعني يعطونا اللون الأساسي للثورة أبدا، هم طفيليات على الثورة يحاولون يعني العمل داخلها أو باسمها، ولكن حتى الناس العاديين يعني يعرفونهم ولن
يعني يفلتوا من محاسبة الناس لهم لاحقا. أنت قلت أنه أنا ضد مقولة سنقاتل حتى آخر طفل. أكيد. كيف تكون تربحه لك؟ أختي دائما الإنسان بيحط محددات لطريقة عمله. هل طريقة عملي إفناء الشعب؟ هل طريقة عملي فقط العمل العسكري؟ هل طريقة عملي هي ردة فعل على النظام بتوحش آخر؟ أم أقول أنا مضطر لمواجهة القتال الذي يجتاحني، وفي نفس الوقت أبقي دائما مع كل خطوة عسكرية نوع من التفكير العقلي بأنه إذا أتيح حل سياسي فأنا لا أدفعه. الإنسان اللي يعارض الحل السياسي بالمطلق أنا أظن يشارك في يعني أمر كتير كتير سلبي بالنسبة للبلد. فهذا جواب. طيب ابن حلب بيقول سألتني فرنسية، هو حب ينقلنا إياها كنظرة دولية، هل الشيخ معاذ هو إيراني الأصل؟ نعم. استغربت وسألتها لماذا، قالت لا يلبس ربطة عنق، هذا هكذا هم ساسة إيران. لم أوفق بجواب. يقول يعني لا أعتقد مسألة مهمة، ليس لي أصل إيراني ولا أحب هذا المنهج وأراه منهجا مغلقا متعنتا. أنا في حياتي لا أحب ربطة العنق، حتى الجاكيت ألبسه اضطرارا، أحب أن أكون بشكل أكثر حرية. حسس حالك غير مرتاح بمقعد السياسي؟ بصراحة إيه، لأنه هذا مو مجالي. أنا يعني وجدت في هذا المكان بسبب ضرورة معينة، رغبة كثيرين من الأخوة اللي حولي، ليس لأمر لأني لا يعني عاجز عنه، ولكن أجد أنه مجالي في يعني تقريب الناس مع بعض هون والعمل الاجتماعي والدعوي هو الساحة الأساسية لي. بس ربما هذا اليوم ما تحتاجه سياسة في سوريا، اللي هو تقريب وبناء الإرادة الوطنية. يعني أنا أبذل جهدي ويعني أرغب أن يأتي اليوم الذي يأتي من يسد هذه الثغرة ونبني كلنا سوريا بشكل. هل لديك إيمان بأنه من الممكن صناعة هذه الإرادة الوطنية في سوريا؟ عندي إيمان شديد. معتمداً على؟ هذا الشعب بحياته بيصبر كتير بس بوصلته ما بضيع، والدليل على ذلك 50 سنة من الحكم القهري والجبري ما استطاع ينسيب وصلته الوطنية للشعب السوري. من الآخر شيخ معاذ، ماذا تقول للطائفة العلوية؟ أختي أنا يعني وجهت رسائل كثيرة، بس بدي أذكر أمر مهم حتى ما يعتب علي حدا. إحنا كل ما تواصلنا مع أحد، كل ما أتانا ضيف غريب بيسألنا عن موضوع الأقليات والطوائف وخصوصا الطائفة العلوية، وأنا جاوبت كثير هالموضوع وقلت أنه يعني ليش خايفين على الطوائف؟ قال لأنه الوضع كثير يعني سلبي وربما يكون هناك لا سمح الله رغبة بالانتقام. أنا قلت ليست الثورة السورية هي اللي بدها تنتقم من أحد، النظام هو اللي كان عم بينتقم، وشوفوا لبنان شو ساوى فيها، شوفوا شو ساوى بالطوائف حتى داخل سوريا. أنا في شخص علوي له مكان كبير كتير قال لي لحنا النظام ما خلى فينا رأس، يعني حتى إذا بدنا نحكي معكم ما في شخص إلوموني، دمرنا مثل ما دمركم. بس أنا باسم يعني كمان أنت بتصدقه؟ إيه بصدقه، لأنه أنا بعرف النظام شو ساوى بكتير من الناس من بدايته حتى نهايته. طبعا هؤلاء الأشخاص أنا يعني بجزء لي موقف سلبي منهم، ولكن أذكر من باب يعني من بداية وجود النظام مين اغتال اللواء محمد عمران؟ مين اغتال اللواء غازي كنعان؟ مين اللي قتل اللواء محمد سلمان؟ يعني كلهم هؤلاء من رؤوس الطائفة أو من كبار رجالها، والنظام لم يبالي بهم رماهم. هل تعتقد اليوم أنه صحيح ما يقال أنه في نسبة تقريبا من 20-40% أو 20-30% من الطائفة السنية ما زالت تؤيد بشار الأسد؟ أختي إذا قلتي أنه بعض الناس لا تدري أو تحس بالقلق الشديد وتظن أن الوضع الراهن هو أفضل من التغيير، أكيد في ناس لها يعني مثل هذه الرؤية، ولكن هم يتناقصون كثيرا. لا أعتقد أنه في هذا العدد من السكان 30% من سكان سوريا، أنا أظن الأمر يعني أقل بكثير، وإذا موجود فهو مو موجود مع النظام، قد لا يكون مع الثورة ولكن لن يكون مع النظام. خطأ من هذا أنكم لم تستطيعوا أن تجمعوا كل الناس معكم؟
أختي ما في ثورة في العالم كل الناس 100% بتأيدها أكيد، ولا نظام سياسي. ماذا تقول لبشار الأسد؟ أنا قلت له مرة عبارة وحتى بعض الناس سبني عليها، الله يسامحه، أنا برد بقول له مرة تانية، فوت ولادك على غرفة ولادك الأطفال الصغار الأبرياء وتطلع بعيونهم وتذكر كل أطفال سوريا اللي أريقت دماؤهم بسبب هذه الرعونة اللي يتحرك فيها النظام والتوحش، بركي بتتخذ قرار صحيح بحياتك. حصل أنه التقيت فيه وجها لوجه من قبل؟ مرة واحدة. انطباعك؟ مرة واحدة في مسجد الشيخ الرفاعي كان. سبب كيف كان؟ كان عم يصلي في المسجد صلاة جمعة بمناسبة ما، ودخلنا وجلسنا في قاعة. انطباعك؟ سوريا أكبر منه بكثير. في شخص اليوم بالمعارضة هو بحجم سوريا؟ بعتقد سوريا أكبر من كل الناس. سوريا ما بيحسن يملاها غير الشعب السوري كله، ما في شخص بيحسن يقول أنا بختزل سوريا داخلي. ثورة قد هل الثورة بحجم سوريا؟ الثورة السورية كبيرة جدا، الثورة السورية ستهز العالم. وفي أمر رح أذكره، لا سمح الله إذا تواطئت الدنيا على الثورة السورية فثقي تماما أختي، دماء الشعب السوري ستكون لعنة على العالم كله. أنا بتشكرك. أهلا وسهلا. بتشكرك لاستضافتنا. والدم تقيل صح، ولكن أحيانا دمعة بتكون أتقل كمان من الدم. بتشكرك بس بدي يعني ما عارفة أقول لك الرئيس المستقيل ولا اللي رجع عن استقالته؟ نحن الهيئة العامة بدنا نناقش فيها الأمر. برد بالك مصر بالهيئة العامة هي اللي. أنت قلبك وين؟ أنك تستقيل ولا ما تستقيل؟ أنا قلبي مع الناس أنه خفف عن هالمعاناة ووصل لها يعني خلي لها طريقة بالحرية أقصر ما يكون، ما يطول كتير عليها إن شاء الله. قلوب الناس كمان بتكون معك. بتشكرك. أهلا وسهلا. شكرا لكم مشاهدينا. الشارع العربي الأسبوع القادم، كونوا معنا.